السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه راح يكون أول فيديو في السلسلة اللي تكلمنا عنها أو ناقشتكم فيها بخصوص الموضوع اللي حابين نتكلم فيه ونفصل فيه، اللي هو موضوع التقليم. فإن شاء الله راح يكون في تركيز على موضوع التقليم في هذا الموسم. أغلب الفيديوهات راح تكون عن موضوع التقليم، ولكن ما راح تكون كلها، لأن في عندنا مشاريع نبغي نواصلها ونبغي نكملها. فراح يكون في فيديوهات، راح يكون في مشاريع ثانية إن شاء الله راح أضيفها في هذا الموسم إن شاء الله، ولكن راح نبتدي نفصل موضوع التقليم من الأساسيات، وراح نتدرج إلى أن نوصل إلى مواضيع تكون يعني أكثر تعقيداً ونوعاً ما ممكن تكون تخوف بالنسبة حق المبتدئ. ولكن مع التدرج إن شاء الله الكل راح يوصل مرحلة الاحتراف ويكون متمكن، وما يكون عندنا خوف ان نقلم، وبالعكس نحصل النتائج اللي نبيها من التقليم. ففي هذا الفيديو ان شاء الله راح اتكلم معاكم عن الخطوة الاولية اللي هي ادوات التقليم. طبعا في عندي فيديو ثاني راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة اللي يتكلم عن كل الادوات الزراعية، ولكن في هذا الفيديو راح نتكلم عن الادوات الزراعية، الادوات التقليم الاساسية. ف راح نتكلم عن أول أداة اللي هي المقص الزراعي. المقص الزراعي هذه لازم يكون عند كل شخص عنده زرع في البيت، بغض النظر داخل البيت أو خارج البيت لازم يكون عندي مقص زراعي. راح ندخل بشكل مقرب وراح أتكلم معاكم عن كيف نختار المقص الزراعي الصحيح والمناسب لنا. لما نختار مقص زراعي لازم ننتبه لأمور بسيطة ولكن لازم ننتبه لها، هي بديهية ولكن لازم نفصلها على أساس نفهمها بالتفصيل ونقدر نختار الأداة الصحيحة. طبعا الكل يشوف عندي هذه المقص اللي صار له أكثر من 7 أو 8 سنين عندي، يمكن أكثر من 10 سنين حتى عندي. هذه المقص قديم عندي وأستخدمه وأسوي له صيانة، وراح أيضا يطلع عندكم رابط لكيفية صيانة المقص الزراعي، في عندي فيديو له، الصيانة السنوية أو اللي تكون كل 6 أشهر ممكن نسويها. ولكن بالنسبة لاختيار المقص الزراعي الصحيح، طبعا نختار مقص يكون شيء مهم ننتبه له. في نوعين من المقص الزراعي، في نوع اللي هو مثل دي واللي هو أغلب مقصات الزراعة، أن الشفرات ما تتلاقى بهذا الشكل، بالعكس تطوف بعض، فنلاحظ أن هذه صايرة في الخلف والشفرة هني فما تتلاقى، الغصن يطوف وهذه يقطع. في نوع مقص زراعي يسمونه مقص مطرقة أو هامر، الغصن يكون هني والقطعتين تتلاقى عليه فيصير تهشم، ما يصير فيه قاطع نظيف. فهذه النوع اللي احنا نبغي، ما نبغي المقص اللي الشفرتين يتلاقون، هذه نوع سيء وما يقطع بشكل نظيف ويجرح الغصن. هذه أول شيء. ثاني شيء من ناحية المواد اللي مصنوع منها المقص، نبغي مقص طبعا الشفرة والقطعة الثانية طبيعي أنها راح تكون فولاذ، ولكن نبغي المقابض تكون فولاذ أيضا أو ألمنيوم على الأقل، لأن في أنواع نحصلها بلاستيك، هذه نبتعد عنها لأن البلاستيك راح يكون ضعيف، بالذات لما أنا أبغي أقطع شوي أغصان كبيرة بهذه المقص. السعة الاستيعابية لهذا المقص يعني بالكثير إذا نبغي نوصل الحد الأعلى سمك لبهام، هذه السمك الأقصى اللي ممكن أقطع فيه بهذه المقص، وطبعا يمكن أحتاج يدين فما أنصح أوصل إلى هذه السمك، يعني سمك الأصابع العادية هذه عادي على أساس ما أعور الشفرة أو أجرحها وأحتاج أرد أسنها وأسوي لها صيانة أزيد من اللازم. فهذه من ناحية السعة الاستيعابية والمواد. فنلاحظ هذه أيضا المقص دي الأيادي مغطية بنوع الربر أو المطاط فيكون مريح لليد. هذه نقطة مهمة جدا، لما احنا نروح نختار مقص نجربه في يدنا، هل مريح؟ هل أنا يدي مرتاحة فيه؟ إذا ما كان مريح بالنسبة لي أختار نوع ثاني. طبعا كل المقاصة فيها نوع القفل على أساس أقفلها، ولكن مهم أن نجرب المقاص بيدنا قبل لا نشتري.
فهذه بالنسبة للمقص الزراعي. المقص الزراعي هذه هو أهم أداة، فما نبخل نستثمر ولو كان مبلغ يكون شوي أغلى من الأدوات الثانية، ولكن لأن هذه هي الأداة الأولى والأهم نستثمر فيها مبلغ وما نقصر فيها، بالعكس نحط فيها مبلغ لأن الأداء الجيدة ممكن تعمر معانا. يعني هذه أنا أعتبرها من درجة متوسطة، أكا تشوفون عندي معمر يعني فوق 8 سنين، بالراحة فوق 8 سنين، فيعمر معاي وقت طويل. الأدوات الجيدة مع الصيانة الصحيحة ممكن تعمر وقت طويل. هذا المقص الزراعي هو قد يكون الأداة الوحيدة اللي المزارع اللي ما يزرع أشجار، أو حتى اللي يزرع أشجار صغيرة اللي راح يحتاجها، اللي يزرع من طماط وفلفل وباذنجان وخيار وهذه الخضروات ما راح يحتاج غير هذه الأداة للتقليم. هذه هي الأداة الأولى والوحيدة اللي راح يحتاجها. بالنسبة إلى اللي يزرعون أشجار راح ننتقل إلى الأداة الثانية أو الأدوات الثانية اللي راح يحتاجونها للأشجار اللي تكون شوي أكبر. بالنسبة للي يزرعون أشجار بغض النظر كانت أشجار كبيرة مثمرة غير مثمرة، هذه المقص الكبير راح يكون أداة أساسية بالنسبة لهم. هذه علشان أنا ممكن أقطع أغصان يوصل سمكها إلى سمك المعصم أو الرسخ، هذه اللي قطع أغصان شوي تكون كبيرة. نفس الطريقة مثل ما احنا شايفين ان الشفرة ما تتلاقى مع القطعة هذه، بالعكس تطوف عليها، فيعطيني قطع نظيف مثل ما يعطيني المقص الزراعي يعطيني قطع نظيف. راح ابعد الكاميرا وراويكم حجم هاي الاداة على اساس نفهم الفرق. نفس المبادئ تنطبق على هذه المقص الكبير، نبغي شفرات فولاذ، الايادي تكون اما فولاذ او الومنيوم، يفضل فولاذ اذا نحصل، راح يكون في شوي وزن. وايضا نبغي المقابض تكون مريحه لليد، يكون فيها مطاط او نوع الربر، ما تكون بلاستيك يابس او جامد على اساس انه تعب اليد، بالذات مع التقليم الكثير ممكن تعب اليد. طبعا راح نستعمل قفازات لو كان شغل كثيف او عمل كثيف في الحديقه، ولكن نبغيها تكون مريحه بقدر المستطاع. راح اسحب الكاميرا ورا وراح نشوف حجم هذه الاداه. فمثل ما احنا شايفين هذه هي الاداه او المقص الكبير، نلاحظ الطول اللي في اليد، الايادي طويله تقريبا ولكن فيها طول، وفائده الطول ذي على اساس ان انا اقدر استخدم العضلات الاكبر في الضغط على القطع على الاداء واقطع بشكل اسهل. في نوع ثاني يكون بهذا الطول ويكون تكون الشفرة شوي اصغر، ما اعتقد ان نحتاجه، لو اخذنا هذه راح تغنينا، فهذه هي اهم من النوع الثاني اللي قلت لكم اللي هو شوي اصغر يكون احسن. فمثل ما ذكرت طول الايادي يعطيني السلاسة في القطع بسبب مبادئ الفيزياء البسيطة، ان الطول يعطيني ضغط اعلى على الطرف هذه. فهذه قطعة مهمة او اداة مهمة نحتاجها حق اللي عنده اشجار وحاب انه يقلم الاغصان. الاداة الثالثة والاخيرة بالنسبة للي عندهم اشجار كبيرة في البيت ايضا بغض النظر مثمرة او غير مثمرة، اللي هي هذه المنشار الزراعي. في له اسامي كثيرة، في ناس تسميه منشار ياباني او جابانيز سو او منشار زراعي او كذا، يختلف عن المنشار العادي اللي نشوفه في البيت اللي له مقبض خشب او يستخدم لقطع الخشب الجاف. لو نلاحظ الشفرات متواترة، فما في شفرات تكون في نفس الاصطفاف، بالعكس الشفرات متواترة فتأكل في الخشب الأخضر بشكل أفضل. المنشار العادي لو استخدمناه في الخشب الأخضر أو الحي راح يعلق، لأن الألياف راح تعلق في الأسنان وراح ما يقدر يمشي في الخشب. هذه لأنها متواترة فيقدر يقطع بشكل سلس جدا، وهذه يستخدم لقطع أي غصن أكبر من حجم الرسخ
في الشيارة، يستخدم في الأشجار ويغنينا عن استخدام الأدوات الثانية. طبعا هذه بحجمه ما راح مثلا لو أنا حبيت أزيل الشيارة من أساسها أقطع الساق، هذه أداة مختلفة راح أستخدمها، ولكن للتقليم في إطار نقاشنا للتقليم هذه أيضا أداة أي شخص عنده أشجار في البيت لازم يقتنيها ويخليها عنده لأنها جدا مفيدة ورخيصة أيضا. هذه الأدوات اللي أنا أكلمكم عنها غير مكلفة جدا بشكل مبالغ فيه. فهذه هي الأدوات الثلاثة اللي نحتاجها في البيت، فهذه لتقليم الأغصان الكبيرة وينطوي عندي فأسلم، ولكن أداة مهمة في البيت أن أستخدمها إذا عندي أشجار لإزالة الأغصان الكبيرة. وأيضا الميزة اللي فيه أن لما يقطع يقطع بشكل نظيف، يعني يكون أملس، وهذا المنشار يقطع لما أسحب المنشار مب في الدفع، فعملية الدفع ما تقطع، القطع يصير في السحب فما يكون في الدفع، فلازم نفهم أن السحب هو اللي يقطع في هذه المنشار. فأيضا نقوم بصيانته بشكل طبيعي، إن نفتح ننظف الشفرة شوي، نشحم الشفرة على أساس ما يكون في يعني ما تكون صعبة في الحركة أو في الفتح، تكون سلسة تكون مرنة، فصيانة بسيطة يعني. هذه لازم أسوي لها صيانة، نازيل الصدى وأنظفها. فهذه أول فيديو في سلسلة التقليم اللي بدنا نتكلم عن الأدوات الزراعية اللي عندنا الأساسية. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو البسيط عن الأدوات اللي نحتاجها في التقليم، ويساعدكم في اختيار الأدوات الصحيحة للتقليم حسب احتياجنا أيضا. فأتمنى أن تختارون الأدوات الصحيحة والأنسب لكم، وما نشتري أدوات ما نحتاجها ونخسر فلوسنا، ممكن نخلي فلوسنا للزراعة نفسها أو لأي شيء ثاني. فإن شاء الله هذه يكون أول فيديو في سلسلة التقليم، وراح إن شاء الله يكون في فيديوهات تانية، ومثل ما ذكرت راح نفصل بشكل بسيط ونبتدي نتدرج في المعلومات عن التقليم، كيفية التقليم وأنواع التقليم والمواضيع المتعلقة بالتقليم إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار عن هذه الأدوات أو عن التقليم عموما ممكن يتركها في قسم التعليقات أو أي موضوع ثاني، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.